مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربي، نزل عندنا تحديث جديد تطبيق الانستغرام، التحديث برقم 326. هذا التحديث تحديث إصلاح الأخطاء، تحديث وأصلح لنا خط الرقعة. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة الصحيحة للتحديث وطريقة الكتابة بخط الرقعة، أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو ما مشترك رجاء اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، لايك الفيديو، أنا أنطيكم المعلومات أول بأول، وأيضا بالنسبة لي أنزلكم ميزات جديدة دائما اللي تنزل بالتطبيقات. في بداية التحديث السابق لغى هذه الميزة الكتابة بخط الرقعة، فهذا التحديث عدل هذه الميزة. اللي ما يعرف شلون راح يكتب خلي يتابع الفيديو وإن شاء الله يتعلمها بسهولة. راح ندخل من داخل الآيفون نحدث، وراها راح نتعلم الكتابة. نحدث تطبيق الانستغرام، في البداية راح ندخل على الأبل ستور ونروح بالأعلى وننزل الشاشة اليسار، راح تنزل التحديثات النازلة ونزل عندي الانستغرام، التحديث برقم 326. طبعا تحديث جديد إصلاح الأخطاء وتحسين المظهر. قبل ما نحدث نروح على الإعدادات، ننزل على عام، ننزل على تحديث البرنامج، تأكد الآيفون آخر تحديث، بعدها راح ننزل على مساحة التخزين. هذه المساحة الكلية 128، المستخدم 101، الفرق بيناتهم لازم يكون بين 20 و 30 جيجا. تمام، إفراغ المحذوف مؤخرا، راح ننزل إلى الأسفل نشاهد كم مساحة الإنستغرام. الإنستغرام عبر 1 جيجا وجهة نظري أني أحذفه وأرجعه. ليش أحذفه وأرجعه؟ حتى المستندات والبيانات تقل وما يصير عندي هنا كل ما يعني ياخذ مساحة 300 ميجا أو 400 ميجا. بعدها راح أرجع على الأبل ستور، بعد ما حملنا الانستغرام من الأبل ستور راح ندخل عليه، وبعدها راح ندخل من الأعلى هنا حتى ننشر ستوري، راح ندخل على ستوري، راح يختار الصور الموجودة، اخترت هذه الصورة. هنا راح نكتب طبعا حتى تنشر ستوري بهذه الكتابة، راح تدخل على ثالث خيار الكتابة، تخط الرقعة، فمرحبا مساء، أو راح نروح هنا مرحبا، مساء الخير، ممكن أتكلم معك. وطبعا الآن هذه عادية، لو رحت هنا عادية هذول الخطوط الموجودة. تمام، أما لو حبينا أنه نكتب بالخط راح يكون هذا الثالث، وفقط رجع إلى الوراء حرف واحد. والآن مثل ما تشاهدون دان، وهذه الميزة اللي موجودة. وبعدها راح تروح هنا تنشرها إلى الستوري، مثل ما تشاهدون هنا أقدر أنشرها إلى الستوري، الآن راحت إلى الستوري. فهذه الطريقة الموجودة حاليا أنه يتعدل خط الرقعة بعد التحديث الجديد. أتمنى أن استفادته. طلب لا تنسون باشتراك ولايك وتفعيل الجرس. نقطة أحب أقولها لكل واحد ما تصلح عنده الخط بعد التحديث، للأسف انتظر إن شاء الله التحديث القادم راح تتصلح عندك هذه الميزة. أنا مثل ما تشاهدون أحد الحسابات صار وحساب الثاني ما صار، ففقط الانتظار، ما تقدر تعمل أي شيء، فقط الانتظار التحديث القادم إن شاء الله تحل المشكلة. تحياتي ومع ألف سلامة.